رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي. اليوم إن شاء الله نشترك معكم وجبة إفطار اللي تقدروا تحضروها للضيوف ديالكم أو العائلة ديالكم، وتفضلوا معي باش تشوفوا تفاصيل الفيديو. بسم الله على بركة الله. أول حاجة هنا غدا نوجدو واحد الطاجين اللي كيجي لذيذ 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 بزاف، اللي غدا نخضروه هو بالحوت وغدا نخضروه بالفلافل. هنا وضعت شوية ديال زيت الزيتون والجزر، ودابا غدا نوضع الفلافل اللي كتكون مشوية، يعني ثلاث أنواع ديال الفلافل. كنوضع واحد الكمية في الأول، كنستفها بهذه الطريقة اللي كتشوفوا معايا. هنا غدا نوجد الصلصة. هنا عندي صلصة الطماطم بالطريقة اللي شاركتها معكم من قبل. طحنت هنا تقريبا هنا عندي ثلاثة ديال الحبات ديال الطماطم. غدا نوضع عليهم هنايا ملعقة ديال الهريسة اللي شاركتها معكم حتى هي كذلك، وهنايا الملح والتحميرة اللي هي الفلفلة حمراء او بابريكا، وشوية ديال الحار، الزنجبيل والملح. صافي غدا نخلط هاد المكونات ونقص باليابس. اما بالنسبة للكمون هنا ما غداش نوضع الكمون. هنا وضعت القصبر مقطع، يعني شي نص قبيطة هكذاك، يعني خديت قبيطة قسمتها على زوج، نص غنستعمله في الصلصة والنص غنستعمله ان شاء الله في السمك. صافي غنعاود نجيب الطاجين وغدا نسقي هاد الخضر هادي بهاد الصلصة هادي، وغدا نديها طيب. غنقومو بهاد العملية هادي باش الحوت ديالنا كيجي فتي وما كيجيش ناشف وكيجي ألذ بهاد الطريقة هادي. هاد الطاجين هدا كيجي لذيذ 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 بزاف، أنا متأكدة بأنكم غتجربوه وغادي يعجبكم بإذن الله. صافي ديت دابا الطاجين يطيب، يعني غير بما طاب ليا داك الجزر كنسد عليه، بما طاب ليا داك الجزر وديك الصلصة. صافي غدا نوجد دابا الصلصة ديال الشرمولة ديال السمك. هنا وضعت واحد النصف حامضة مصيرة مقطعة، شوية ديال الهريسة، شوية ديال التحميرة، شوية ديال الملح، و الثوم. بالنسبة للصلصة نسيت ما قلتش لكم، حتى هي مكتوب فيها، حتى هي زدت فيها الثوم. انا غدا نحاول نكتب لكم المقادير ديال هاد الطاجين هذا باش يكون كل شيء واضح. هنا ضفت شوية ديال القصبر يابس، وغدا نوضع شوية ديال الكمون حبوب. وهنا السر ديال اللذة ديال هاد الطاجين هو هاد النويورة هادي. تقريبا خديت شي خمسة ديال الحبات صغارين ودقيتهم في المهراز، غدا نزيدهم دابا. وغنزيد هنايا واحد القطعة ديال الزنجبيل، ممكن تعوضوها بزنجبيل الطري. وهنا عندي ما تبقى ديال القصبر اللي قطعت، لأن في السمك أنا كنستعمل غير القصبر، أحيانا كنستعمل المعدنوس غير مع ملي كيكون شي سمك خصو يتشوى وكيكون بيض، بعض المرات كنستعمل شويه ديال المعدنوس. اما السمك بصراحه كيجي معاه غير القصبر. هنا ضفت شويه ديال زيت الزيتون وغدا نخلط مزيان. صافي وغدا نشرمل هاد الحوت هذا، هاد القطع ديال السمك. الا كان عندكم الوقت يعني ممكن تشرملوه وتخليوه. انا عارفه هاد الطاجين كيجي لذيذ، يعني بلا ما واخا ما تشرملوش هاد السمك هذا، يعني تخليو ليه الوقت فاش يشرب كيجي لذيذ 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 بزاف. صافي ملي كيطيب ليا داك الطاجين
كنخلي حتى كطيب ليا ديك الجزر، باش هاد السمك هذا راه ما كياخدش بزاف ديال الوقت، يعني غير 10 دقائق صافي كيطيب. يعني واخا القطع شويه سميكه لان درجه الحراره في الطاجين كتكون ديجا مرتفعه، يعني غير كنحطوه صافي كيطيب. وبهاد الطريقه هذه كيبقى لنا سمك فتي ولذيذ. هنا صافي كيف كتشوفوا ديك الصلصه كتشهيها، هي طابت مع شويه ديال زيت الزيتون والصلصه. صافي غدا نحط دابا هاد السمك المشرمل من الفوق، غنوضع القطع ديالي كامله. وغادي نضيف كإضافة غنضيف شوية ديال الزيتون، وغنعاود نزيد ما تبقى من الفلافل. أنا تقريبا استعملت يعني حبتين ديال فلفلة حمراء بيضة، وثلاثة ديال حبات فلفلة حمراء لأن هي لذيذة، وكذلك يعني حبتين ديال الفلفلة الخضراء، يعني دوك الفلفلات اللي كيكونوا كبارين شوية. صافي هنا عاود زدت ما تبقى ديال الفلفله، وغادي نزيد هاد ورق ديال الموسى او ورق الرند، وغنزين بالحامض المصير والزيتون. صافي حتى كيطيب هاد الطاجين كنرجعو يطيب تقريبا 10 دقائق، وحتى كيطيب وغادي نسقيه بزيت الزيتون. ان شاء الله جربوه وتفكروني، هذا الطاجين هذا كل شيء كيعجبه بدون استثناء باذن الله، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. غندوزو دابا باش نشارك معكم الحريره. غنشارك معكم ان شاء الله بزاف ديال الشوربات لان طلبتوها مني بزاف. هنا غدا نستعمل الحريره ديال اللوز، انا حيت كنت مقطعه يعني البصل بزاف باش غدا نستعمله في يعني وصفات اخرى، وضفت بزاف لان الحريره ما كتبغيش بزاف ديال البصله، يعني غير حبه واحده فقط الله يجعل البركه. انا استعملت بصله حمراء مقطعه قطع صغيره، او تحكوها في الحكاكه ما خصهاش تبان بزاف. هنا بالنسبه للوز عنده واحد الطريقه، هنا غدا نحطرو ان شاء الله حريره ديال اللوز. بالنسبه للوز ضروري ما كترقدوه واحد الليله كامله، وكطيبوه تقريبا بوحدو واحد ساعتين ديال الطياب، عاد كتستعملوه في هذه الحريره. يعني كتسلقوه باش كيطيب، خاصو يطيب بحال الحمص، يعني يكون يدوب لينا في الفم ملي نبداو ناكلو. هنا غدا نوضع هنا واحد العويدات ديال الكرافس، والكرافس مقطع مع القزبر، الحريره كنستعمل غير القزبر. وغنستعمل هنايا الملح. هاد الحريره هادي عاده كنقلي البصله، ولكن هادي في الطين ما نحتاجو كاع نقليو البصله. السر ديالها، السر ديال اللذه ديال هاد الحريره، هو الخميره البلديه والزعفران الحر والسمن. ديروا هاد ثلاثه المكونات والحريره ان شاء الله تجيكم من ألذ ما يكون. هنا ضفت شويه ديال الزعفران الحر والسمن، وضعت كميه دابا، وكميه غدا نعاود نزيد عاوتاني ملي غدا نبغي ندورها. هنا ضفت البزار البيض، وممكن تزيدوا شويه ديال الحار، انا نسيتو هذا النهار. صافي ودابا غادي نزيد الماء، وغادي نزيد صلصه ديال الطماطم. تقريبا استعملت شي نص كيلو بنفس الطريقه، يعني غير كنطيحوها هكذا في هنا واحد العويه ديال القرفه غير مع الحريره ديال اللوز اللي كنستعمل هاد العويه ديال القرفه. الا بغيتو حريره ديال اللوز بالقوام ديالها يعني باللحم، غدا نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها، نزلت هذا باش عامين في على القناه. بالنسبه للصلصه ديال الطماطم غير كنطيح يعني ديك المطيشه الطويله، انا دائما كنستعمل ديك المطيشه الطويله، كتجي حلوه وكتجي لذيذه. كنطيحوها هكذا غير في الكاسرونه، وكنطحنوها ونصفيوها. الا بغيتو تصفيوها ممكن تصفيوها، بغيتو تستعملوها هكذا كتستعملوها هكذا. صافي هنا ضفت جميع المكونات، غدا ندي هاد الطنجره ديالي طيب على المهل، وغادي ندوز باش نوجد الخميره التدويره ديال الحريره. هنا غنستعمل الخميره البلديه، غنستعمل تقريبا
ملعقتين. شوفوا نتوما واش كيعجبكم حريره تكون حامضه بزاف ولا لا. المهم انا ما جاتنيش حامضه، يعني جات عاديه، ما استعملش هاد الخميره البلديه، كانت مفعله يعني كنت عجنت بها الصباح وزدت ليها شويه ديال الدقيق وخليتها، يعني كانت مفعله. لما كانت عندكم مفعله يعني مع الصباح وجدوا هاد التدويره قبل ما تبغوا تدوروا الحريره. انا استعملت هنا الدقيق ديال الحمص، الا ما كانش عندكم دقيق ديال الحمص ماشي مشكل، استعملوا غير دقيق ديال الشعير او دقيق ديال الزرع وغربلوه مزيان، يكون يعني استعملوه يكون يعني يكون رطيطب، يعني غربلو زولو ديك النخاله باش ما تجيكمش الحريره يعني تجي فيها ديك النخاله ما زويناش. ولا ممكن تستعملوا حتى دقيق ديال الفول حتى هو كتطحنوه. الا ما توفرتوش على هادشي كله كاين حل، يعني كتستعملوا هاد الخميره البلديه كتزيدوا ليها الماء مع الصباح وكتخليوها وكتزيدوا يعني كطيبوا الحمص وكتطحنوه وتصفيوه. والعدس تا هو عفوا ماشي العدس، الفول حتى هو كتسلقوه وكتطحنوه وكتدوروا به الحريره. صافي هنا غنصفيها لان الخميره البلديه فيها نخاله، ما كتعجبنيش ديك النخاله ملي كتكون في الحريره. صافي باش كي غتجيني رطيطبه، انا كنبغي الحريره تكون خفيفه ما كنبغيهاش تكون ثقيله، وانتم على حسب يعني هاد الكميه اللي استعملت انا كافيه لهذيك الحريره اللي استعملت. صافي كيف كتشوفوا هذه انا غنرجعها للخميره البلديه، ما غاديش اللوحه، غنعاود نرجعها في القريعه ديال الخميره البلديه. صافي وهذه هي التدويره ديال الحريره، كتجي من ألذ ما يكون. هذه الحريره هذه كنحمق عليها كتجي لذيذه بزاف. وكيف قلت لكم يعني غير كتوجد ليا الحريره كنزيد ليها واحد شويه ديال السمن، السمن اللي كنت شاركت معكم تقريبا من الصيف وقيله، وكنزيد واحد شويه ديال الزعفران الحر. صافي وكتصبح الحريره ديالي واجده، كندورها كنخليها تقريبا شي 10 ديال الدقائق وصافي ها هي واجده. والطاجين حتى هو ها هو وجد جديد بزاف. وبالنسبه للمسمن شاركت معكم في الفيديو السابق، النص ديالو طيبته في المقله والنص طيبته في الفرن. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفات، تردوا عليا الخبر كيف العاده. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.